السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. العكيد عمر السومة يحصد لقب رجل المباراة في لقاء الأهلي والوحدة بالدوري السعودي للمحترفين أمس. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على الوحدة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسجل ثلاثية الأهلي الدولية السورية عمر السومة هدفين في الدقائق 17 و47 ونيكولاي ستانسيو بالدقيقة 46، بينما وقع رولمو أوتوريو من ركلة جزاء وكابونجو كاسونجو على هدفي الوحدة في الدقائق 71 و73 ليرفع الراقي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس من جدول الدوري السعودي. واستحق عمر السومة أن ينال لقب رجل المباراة بعدما أظهر أداء فعاليا ساهم في حصد الأهلي للنقاط الثلاث. وفيما يلي تحليل لمشاركة عمر السومة في مباراة الأهلي والوحدة بالأرقام. دقائق اللعب 89، سجل هدفين وسدد على المرمى 3 تسديدات وسدد خارج المرمى تسديدتين ومرر تمريرات صحيحة 14 تمريرة ومرر تمريرة حاسمة وحيدة ونجح في الالتحام الناجح من 6 التحامات من أصل 13 التحام، واستطاع أن يعرقل بنجاح مرتين، والتقييم النهائي 8.6/10. شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.